اهلا وسهلا بيكم ابنائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي من منصه الاسكوله. معاكم مس عبير عبد. في ايه؟ في ايه يا وسيم؟ بتعمل ايه؟ انا بعمل ليبسينج. بتعمل ايه؟ ليبسينج. بتكلم مع حضرتك. طب يا وسيم، بتكلم بشفايف بس. وسيم بيتكلم بشفايف حبيبي. تمام، احنا معانا صديقنا وسيم، بقاله كام في حلقه معايا بيذاكر، صح؟ صح. طب ركز بقى كده، احنا حبايبي النهارده هنشتغل في درس ايه؟ العلاقه بين الضرب والقسمه. فاكر القسمه المره اللي فاتت؟ كانت سهله وجميله. ساعه ما خدت السمك كده ورحت هناك. لما رحت شويت. طيب ركز بقى معايا النهارده، احنا النهارده هناخد درس جديد اسمه العلاقه بين الضرب وايه؟ والقسمه. تمام يا وسيم؟ تمام. انا هقرا كده السؤال وركز معايا، بقول لك ايه؟ اكتب حقائق الضرب والقسمه المترابطه للاعداد الاتيه. تمام؟ انا عندي كم عدد؟ 3 اعداد، 5 و6 و30. مركز يا وسيم؟ 5 و36. مركز معايا. هعمل المثلث بتاع الحقائق. شايفه؟ خلي بالك بيتكون في 3 الارقام، هنا 5 وهنا 6 معايا استاذ، وفوق كام؟ 30. الخمسة دي بسميها العامل الاول. لا يا مس. ايوه، الخمسة دي بسميها العامل الاول. طب نقول له ايه؟ نقول له ايه؟ مش احنا قلنا كده؟ قلنا كده وقلنا. ماشي، حاضر يا وسيم، ركز معايا عشان زمايلي يركزوا. والسته هنا اسمها العامل الاخر، اسمها ايه يا وسيم؟ العامل الاخر. تمام، فوق بقى حبيبي اسمها حاصل الضرب، اسمها ايه؟ حاصل الضرب. عشان اعمل حقائق الضرب وحقائق القسمه هم 4، 2 ضرب و2 قسمه، تمام؟ تعالى نبدأ بحقائق الضرب. أنا هقول الأولانية إيه هي؟ لو قلت لك 5 × 6 = 30، صح يا وسيم؟ صح. أنت شاطر. يا ترى التانية تبقى إيه؟ 6 × 5 = 30. برافو عليك، لأن الضرب هنا عملية إيه يا جميل؟ إبدالية، صح يا وسيم؟ صح. أنا ببدل، والاتنين إيه؟ صح. هندخل على حقائق القسمة. ركز يا وسيم، ركز ركز كده عشان انت شقي قوي. حقائق ايه؟ القسمه. 2، خلي بالك لما بكتب حقائق القسمه ببدا بالعدد الكبير اللي هو ال 30. ماشي؟ مره كبير قوي. ايه؟ كبير قوي. ما هو لازم المقسوم هناخد بعد كده اللي هو كبير. 30 على الخمسه. تمام يا وسيم؟ تمام. اهي 30 على الخمسه فيها ايه؟ السته. طب انت شاطر، صح؟ صح. يلا قول لي الثانيه. ايوه فكر. انتاج لقيت بس نايم. مش سامعاك. 30 على 6 ب5. برافو عليك. وسيم قال لي 30 على 6 فيها الخمسة، يبقى فعلا 2 عند حال حقائق عندي كام؟ 4، 2 ضرب و2 قسمة. فاهم يا وسيم؟ فاهم. بص لي كده وركز معايا. فاهمني؟ ايوه. تمام، ناخد بقى مسألة كمان عشان انت شاطر. مش انت شاطر؟ بقول ايه؟ أوجد العامل المفقود في المثلثات التالية، ثم اكتب المسائل الأربعة التي تتوافق مع حقائق العائلة. عارف مين هما الأربعة؟ اللي هما ايه؟ 2 الضرب و2 القسمة. ده جميل جدا، صح يا حبايبي؟ صح. طب بصي بقى يا جميل، أنا كاتبة لك فوق كام؟ 21. وهنا؟ 3. شاطر. يا ترى من العدد اللي ناقص كام؟ فكر. على 3 فيها 7. يبقى أنا عارفة إن العدد ده 7، صح؟ صح. برافو عليك يا وسيم. طب يلا بقى، يلا خليك شاطر، هات لي الحقائق. أول واحدة كام؟ أنا خدت أول واحدة في القسمة خلاص. لا معلش، نبدأهم بالترتيب، 2 ضرب و2 قسمة. يلا وسيم. 5 × 5 = 3. أيوة. في 7. جميل. 21. ممتاز. التانية بسرعة. 21. ايه الجمال ده؟ برافو عليك. طب يلا القسمه. 21 على 7 فيها 3. الله عليك. الاخيره 21 على 3 فيها 7. لا لا بجد تستاهل سقفه كبيره، هسقف له والله بجد لانه فعلا شاطر. نجمة. انت شاطر. لا ده انا هجيب لك هديه وسقفه وحاجات حلوه. نجمه. طيب ونجمه. انا عايز نجمه واحد دلوقتي. وسيم سؤال كمان. يلا حبيبي، شايف المثلث اللي قدامك؟ الفوق هنا كام يا وسيم؟ 18. وهنا؟ 2. يبقى العدد الناقص كام؟
هنقسم ال 18 على الاثنين هي 9. برافو، يعني الكبير على الصغير فيها 9 صح؟ صح. برافو عليك. انت بقى تقول لي يلا حقائق الدرك وحقائق القسمه اللي هم كام واحده؟ كتير. لا اربعه. مش كتير ولا حاجه، اربعه. كام؟ 2 و2. صح. الاولانيه هقول كام في كام؟ 9 في 2 ب 18. الله عليك. اللي بعدها؟ 2 في 9 ب 18. جميل جدا. هات لي القسمه. 18 على 9 بالاثنين. ممتاز. 18 على الاثنين هي 9. بصراحه بصراحه النهارده انت مؤدب ولذيذ وزي العسل. ممكن بقى هتعمل ايه دلوقتي؟ راح اجيب ميه. انت عطشان؟ اه. طب ممكن اديك ميه من بتاعتي دي؟ لا لا، عايز من جوه. طب خلاص اتفضل، روح هات ميه واشرب وبعد اذنك تقعد قدامي عشان نكمل مع بعض الدرس. ماشي. تمام؟ ماشي. تمام؟ تمام. وقول لاصدقائنا لازم يقعدوا يكملوا الحلقه. لازم طبعا طبعا. ويعملوا ايه كمان؟ ويشتركوا فين؟ في القناه. اه، ويفعلوا زر ايه؟ الجرس. عشان يوصل لنا كل الفيديوهات الجديدة. يلا اتفضل يا وسيم ونكمل مع بعض. بنكمل مع بعض حبايبنا درس النهارده. على فكره اوعى تنسوا احنا في الفصل ايه؟ الثالث. درس ايه العلاقه بين الضرب والاسم؟ الدرس اللي فات اديتك معلومه كده صغننه وكنا بنقول ان العلاقه بين الضرب والاسم علاقه ايه؟ عكسيه. النهارده لا، احنا كنا بقالنا فتره بنكمل اهو. جميل. طب بنكمل بقى يلا مع بعض. ادي مساله بقول لك ايه؟ اوجد العامل المفقود تمام في المثلثات التاليه ثم اكتب المسائل الاربعه التي تتوافق مع حقائق العائله. احنا لسه اخدين حقائق عائله الضرب وحقائق عائله القسمه، اوعى تنسى. يلا ادي المثلث. المثلث هنا بيكون من ثلاث اركان. ادي كروك تمام، ده اسمه عامل الضرب الاول او العامل الاول. طب السبعه العامل الاخر. طب يا ميس ينفع اقول الثاني؟ اه طبعا يا حبايبي. طب هنا حاصل الضرب. جميل، يبقى حضرتك عارف ان الفوق كبير حاصل الضرب. طب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اكتب اولا العدد الناقص. طب هنا مش ده حاصل الضرب؟ يعني معناها 6 في 7. انا قلت لك اي حاجه في جدول الضرب غنيها طول ما انت قاعد. 6 في 7 ب 42 اهي. طب يلا بقى نكتب ايه الحقائق. 2 ضرب و2 اسم. الاولانيه 6 في 7 تمام. 6 في 7 بكام؟ ب 42. طب الثانيه بتاعت الضرب، الضرب عمليه ابداليه، يبقى 7 في 6 و7 في 6 ب 42. ب 2 ايه يا جميل؟ 42 تمام اهي. طب يبقى احنا عندنا دلوقتي 2 ضرب، يبقى دول حقائق الايه؟ الضرب اللي هم 2، وبستخدمت هنا عمليه الابدال. حلو قوي. طب يلا بقى ناخد حقائق القسمه برضو كم واحده؟ 2. طب تعالى معايا. الاولانيه ببدا بالرقم الكبير اللي هو المقسوم، ال 42. 42 على الكام؟ على السته. حلو، فيها السبعه. طب الثانيه، الثانيه تبقى برضو ايه؟ انا ببدا برضو بالكبير 42 على السبعة، يبقى 42 على السبعة فيها الستة. الاتنين دول اسمهم حقائق الايه؟ القسمة اهو. يبقى دول الاربع اللي احنا عايزينهم تمام. تالي بقت سهلة صح؟ تمام. يلا حبايبي ناخد بقى ايه بطريقة المصفوفة. بقول ايه؟ صف كل مصفوفة من المصفوفات التالية مستخدمة. مسألة ضرب واحدة ومسألة قسمة واحدة. أدي مصفوفة، الله، مصفوفة جميلة بتتكون من مجموعة من القلوب. المصفوفة عبارة عن إيه؟ أعمدة وصفوف. طب يلا نشوف كام عمود. 1 2 3 4 5. يبقى أنا عندي هنا 5 أعمدة. طب كام صفوف؟ 1 2 3 4. يبقى عندي 4 صفوف. يلا يا حبايبي، يبقى هنا مسألة الضرب لو عايز اجيبها يبقى كام؟ 5 في 4 تمام. طب 5 في 4 بكام؟ ب 20. سهلة؟ اه ده فعلا سهلة. طب يلا بقى ناخد مسألة ايه؟ القسمة. انا قلت لحضرتك القسمة ببدأ بالكبير اللي هو كام؟ المقسوم اللي هو ال 20. يبقى 20 على الخمسة
فيها الأربعة. طب يجي واحد لذيذ يقول لي مس بعد إذنك ممكن أكتب 4 × 5 = 20؟ أقول له إيه؟ صح. نعم هي ليه؟ طب هل يا ميسي ممكن اقول 20 × 4 = 5؟ برضو ايه؟ صح. ما احنا لسه اخدين ان هم 4 وعايز منك واحده وواحده تكتب اللي حضرتك بتحبه. طب واحده كمان عشان انت شاطر وجميل وزي العسل. ادي برضو مصفوفه اخرى تعالى ندرسها. يلا عد معايا. ادي 1 2 3. عايز اعرف دي صفوف ولا اعمده؟ ايه؟ برافو اعمده. يبقى انا عندي 3 أعمدة. طب جميل يلا نعد بقى كده. ده اسمه ايه؟ صف. 1 2 3 4 5 6. يبقى عندي 6 صفوف. انا عايز اعبر عنها بايه؟ بمسألة ضرب. يبقى كم في كام؟ 3 × 6. صح. 3 × 6 = 18. اللذيذ الحبيب اللي يقول لي يا مس هقول 6 × 3 = 18. اقول له ايه؟ قال طبعا صح. طب يلا ناخد مساله ايه؟ القسمه. القسمه بنبدا بايه؟ برافو عليك بالكبير. 18 على 3 فيها 6. طب يجي ولد امور يقول لي طب بصي بقى انا هقول 18 على 6 فيها 3. صح. بس هو عايز واحده بس دي صح ودي صح. طب من هنا بقى انت ملاحظت ايه؟ احنا قاعدين نقول لاحظنا ان العلاقه بين الضرب والاسم علاقه ايه؟ عكسيه. الله يخليكوا يا سنه ثالثه يا ممتازه. صح تمام كده. لان حتى انا لو جيت مثلا بعيد عن كل المسائل دي جيت قلت لك 2 × 6 = 12. طب بصي بقى 12 على 6 فيها 2. صح. 12 على 6 فيها 2. طيب يلا 12 على 2 فيها 6. يبقى انا بجيبها عكس بعض. ايه رايك دلوقتي؟ يبقى احنا خلصنا الدرس اللي بتكلم فيه علاقه بين الضرب وايه والقسمه. شايفه ان حضراتكم بقيتوا مجتهدين ما شاء الله عليكم. ايه؟ بتحلوا كويس جدا وفاهمين. نرجو ان احنا نتابع القناه ونشترك في القناه عشان يوصل لنا كل الفيديوهات الجديده. وما ننساش برضو شيت الاسئله اللي نحله ونقارنه بشيت الاجابه وكمان الاختبار التفاعلي لتقدر تقيم نفسك. وان شاء الله الى اللقاء في ايه؟ في درس جديد مع بعض يا سنه ثالثه.